الدكتور الوحيد عبد العالي الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وعضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام. تلقينا ببالغ الحزن والأسى النبأ ديال الأخت ديالنا والزميلة ديالنا الممرضة اللي كانت كتأدي الواجب ديالها المهني، وللأسف الشديد السيارة ديال الإسعاف تعرضت لحادثة مؤلمة على مستوى طريق تيزنيت بالضبط قبالة جماعة مسا. بهذه المناسبة كنتقدموا نحن كأطباء وكأطر طبية للإخوان ديالنا الممرضين فأخلص التعازي بهذا المصاب الجلل، كما كنتقدموا الأسرة الصغيرة ديالها بتعازينا الحارة. وهذا المشكل هذا كيفتح مرة أخرى السؤال باش نتناقشوا أشنا هي الظروف اللي كيشتغلوا فيها المهنيين ديال الصحة بصفة عامة والإخوان ديالنا الممرضين بصفة خاصة، وخصوصا فيما يتعلق بالنقل الصحي. فللأسف الشديد الأسطول اللي كتملكه وزارة الصحة في هذه المسألة يعني أسطول يجب المراقبة ديالو، يجب إعادة النظر فيه. لماذا ما كيخدموش مثلا لي زيليكو؟ علاش ما كتخدمش لي زيليكو اللي كاينين اللي كان استقطبهم الوزير السابق بحال الظروف هذا؟ وبهذه المناسبة كنطرحوا سؤال، فين اختفاو؟ فين هما؟ وشنو المصير ديالهم؟ علاش السيارات اللي كان اقتناهم نيت أحد الوزراء السابقين اللي السومة ديالهم كتفوق 300 مليون على ما كما كان كيتقال، علاش ما يخرجوش دابا باش يستافدوا منهم المواطنين والمرضى ويؤديوا من خلالهم المهنيين ديال الصحه وخصوصا الممرضين الاشتغال ديالهم والمهام ديالهم على احسن ما يرام. كما قلت مره اخرى نتقدم باخلص التعازي للاخوان ديالنا الممرضين اللي كنقاسموهم هذا الحزن هذا، وكنعتبروا ان هذا ان فقدنا جميعا كجسم طبي تمريضي هذه الاخت هذه، وانا لله وانا اليه راجعون.